بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده وملعب اون تايم سبورتس، كل الاخبار والكواليس والانفرادات. طبعا هنتكلم على مباراه الامس التي جمعت ما بين الاهلي والزمالك في الدور الثاني لبطوله الدوري العام، واللي انتهت بالتعادل شبه العادل ما بين الفريقين بهدف لكل فريق. الحقيقه احداث ما قبل المباراه غير احداث المباراه غير احداث ما بعد المباراه. ما قبل المباراه ناس بتسخن بدون داعي، ناس مش عاجبها المعلق وبتشتكي من المخرج وبتشتكي من الحكم ومش عارف ليه. يعني طب حضرتك استنى وشوف تعليق الحقيقه. كابتن مدحت وكابتن امن الكاشف كانوا على افضل ما يكون لاخراج محمد نصر، عمل مباراه هايله. امين عمر مباراه كانها مباراه عاديه جدا، ما عندوش ادنى مشكله فيها. حكام اخذوا الثقه بشكل جيد. امين احد نجوم اللقاء، او كابتن امين احد نجوم اللقاء. مفيش تقريبا غلطه لا لي ولا لطاقم المساعدين، لم يستدعي الفار اي لحظه في المباراه. فاذا كنا احنا دورنا ان احنا نفهم الناس او ان احنا يعني نوعي الناس، دور المسؤولين اكتر مننا. يعني احنا كاعلام رياضي دورنا ده مطلوب، لكن المسؤول لما يطلع ما ينفعش ان انا احط حكم تحت ضغط اقول له اصل ابوك اهلاوي وابوك زملكاوي وابوك ترسناوي وابوك محلاوي وانت اصل انت قلت وانت عملت. هذا الكلام الحقيقه كلام مرفوض جمله وتفصيلا. وبتصور الحقيقه انه ما حدث في موضوع التحكيم في المباراتين هو نجاح كبير لاتحاد الكره المصري. انا اكثر من انتقد الاتحاد، ده كلام معروف يعني، لكن لما تكون في حاجه كويسه يبقى لابد ان نشيد بهذه الخطوه. في 22 يوم مباراتين للاهلي والزمالك ومش خلصانين، والدوري مش خلصان، ومع ذلك التحكيم بينجح بامتياز. المباراة الأولى البنا ورفاقه، المباراة الثانية أمين عمر ورفاقه، بتفتح الباب لكل الحكام المصريين الأكفاء إن هم يكونوا موجودين في مثل هذا اللقاء. دي نقطة. النقطة الثانية الحقيقة كيفية إدارة المباراة، لأنه في غضب كبير جدا من جماهير الأهلي إنه شايفين إن هم كانوا أحق بالفوز، وإن المباراة كانت في المتناول، وإنه تقدم 1-0، وإنه كان يجيب جون ثاني أو إنه يحافظ على المكسب. فشايفين انه طريقه اداره المباراه خاصه في اللحظات الحرجه لم تكن يعني بالشكل الجيد، ده بعضا من جماهير النادي الاهلي. في المقابل جماهير نادي الزمالك بيقولوا الكارتيرون هتكسب امتى؟ يعني انت قلت ان انا ندمان على الماتش الاولاني وانا والماتش ده، وده بيحدد بطل الدوري والقصه والحدوته، لكنه يعني مش شايفين باستثناء اختبار الشناوي الكوره بتسديده شيكابالا وبعدين صدها من بن شرقي وصدها تاني في العرضيه بن شرقي، ده يمكن كان الاختبار الابرز. تسديده من طارق حامد انقذها، ما كانش فيها صعوبه. طب هتكسب امتى؟ في غلطه، وده اللي انا قلت عليه قبل المباراه، انه كارتيرون له علاقه جيده جدا مع اللعيبه، وده شيء جميل، لكن ده لا يطغى على الجانب الفني. يعني الزمالك ما ينفعش يلعب مباراه من غير راس حرب، ما ينفعش. تقول لي راس حرب بقى وهمي مش عارف ايه، ده ما ينفعش، خاصه في المناسبات الكبرى. انا ما بقتش عارف اوباما اللي راس حربه، ولا بن شرقي اللي راس حربه، ولا شيكابالا اللي بيدخل راس حربه، لكنه ادى راحه لبدر بنون وادى راحه لرامي ربيعه، وبالتالي كان شيكابالا لما بيروح ناحيه اليمين بيعمل لعبته، يقدر بيظبط الدنيا الى درجه كبيره جدا. في المقابل التغييرات بتاعت كارتيرون، يعني تغيير حازم بالمسلوسي منطقي جدا، تغيير عبد الشافي بابو الفتوح منطقي جدا، لكنه الكلام ده بيقول انه اخطا في التشكيل في البدايه، وجهه نظر. تغييرات موسيماني التغيير الاول هايل، يعني ما حدش يقدر يتكلم فيه بتاع صلاح محسن، لكن التغييرين كل الاحترام طبعا لوليد سليمان ومروان محسن، لكن طبيعي فرقه خسرانه يبقى هتهاجم، يبقى هتفتح مساحات، يبقى عايز واحد سريع، مش عايز واحد كرات طويله، خاصه انك ما بتلعبش عرضيات. فكان هنا والتر بواليا ويكفي، يعني مش لازم تعمل الثلاث تغييرات ولا الخمس تغييرات، والتر بواليا ويكفي. محمد شريف ما يخرجش الملعب نهائي، ما يخرجش الملعب. وعلى فكره طاهر كان عامل مباراه جيده جدا من الجانب الدفاعي والجانب الهجومي، كانت مباراه بالنسبه له جيده. في كل الاحوال تعادل مستحق للفريقين، مكسب كبير جدا للكره المصريه بالتحكيم المصري للمره الثانيه، لكن الاهلي بيخرج كسبان. ايه اللي الاهلي كسبانه؟ الاهلي خلص منافسه المباشر، في حاله فوزه بالمؤجلات يبقى متفوق بنقطتين على الزمالك، في حاله حتى تعادله في مباراه المواجهات المباشره تنصف، لانه فاز في اللقاء الاول 2-1 وتعادل في اللقاء الثاني، فالاهلي معاه يعني نقطتين زياده، مش نقطتين بعدد النقاط، او يعني حاجتين افضل، ماسك في ايديه حاجتين زياده، لكن لسه الدوري طويل. وده احنا شفنا الاهلي والزمالك خسروا من المحله وتعادلوا مع انديه
يعني بتكافح من اجل البقاء في الدوري الممتاز. هذا ما يخص الاهلي والزمالك. لكنه الجوله ال21 كان عندنا يعني ثلاث مباريات موجوده. تعالوا نشوف الاسماعيلي وبالسعيد الثقه بيفوز ثاني على البنك الاهلي، رابع فوز على التوالي. اسوان بيتعادل مع الجونه في الجونه بهدف لكل فريق. اعتقد انه الدنيا بدات تبتسم للنادي الاسماعيلي والامور بتسير بشكل افضل. تعالوا نشوف كل الاهداف ونرجع تاني. بيبقى نوع من انواع الظلم الباقي المباريات انك ما تشوفهاش، لانه ماتش الاهلي والزمالك كل الناس رايحه ليه. لكنه بعد مباريات الحقيقه الامس في تغيير في جدول الدوري الممتاز. الاول طبعا كل التحيه لنادي سموحه، فوز مهم جدا رفعه الى المركز الخامس ب 31 نقطه، ثلاث نقاط فقط تفصله عن صاحب المركز الثالث نادي بيراميدز اللي عروضه مهتزه للغايه. كل التحيه كمان لاسوان، لانه اسوان بيجاهد يعني في حدود امكانياته انه يبقى متواجد، لكنه اسوان بقى عنده مشكله. 21 بونت اللي تحتيه البنك الاهلي ب 18 بونت، لكن البنك الاهلي لعب مباراه زياده واسوان فاضل له مباراه مؤجله لكنها مع النادي الاهلي، مباراه صعبه لكن كل شيء وارد في عالم كره القدم. وادي دجله بيهبط الى المركز قبل الاخير والموقف عنده بيتازم بعد هزيمته امام سموحه، والامر اعتقد كده بيتصعب جدا على نادي وادي دجله. بقف شويه مع النادي الاسماعيلي، بقف شويه مع الكابتن ايهاب جلال وربنا يكمل له الشفاء ان شاء الله، غالبا باذن الله بدون مقاطعه يقود الاسماعيلي في المباراه القادمه او بعد القادمه على اكثر تقدير. لكن الاسماعيلي اللي كان بيقبع في المركز الاخير وقبل الاخير ب 11 نقطه، اذ فجاه في خمس مباريات مع ايهاب بياخد 12 او مع الكابتن ايهاب بياخد 12 نقطه، بيخسر مباراه وحيده بيصل الى 23 نقطه، ليس بعيدا عن صاحب المركز الثامن مثلا الاتحاد وغزل المحله. الاتحاد سابع وغزل المحله ثامن ب 30 نقطه، سبع نقاط مش بعاد قوي بالنسبه للنادي الاسماعيلي بالطفره اللي عاملها كابتن ايهاب جلال. الامور بدات تسير بشكل محترم للنادي الاسماعيلي، والبنك الاهلي بيدخل في الدوامه من جديد بهزيمه 2-0 وكادت ان تكون قاسيه، لانه اللحظات الاخيره من اللقاء شهدت كره في العارضه لفخر الدين بن يوسف، الشوط الاولاني كره في العارضه لمحمد صادق، وكمان انفرادين، واحد لشلونجو وواحد لاروي بابل البديل اللي نزل وصنع الفارق وسجل هدف كان هدف اطمئنان بالنسبه للنادي الاسماعيلي. صراع المربع الذهبي سيكون عنيف، يعني الاهلي والزمالك هما اللي هتنافس على اللقب، خلاص القصه محسومه لانه بداوا يزيدوا. الزمالك 45 بونت من 21 مباراه، بيفرق عن بيراميدز 11 نقطه صاحب المركز الثالث. الاهلي 41 بونت من 19 مباراه، في حاله فوزه بالمباراتين المؤجلتين يبقى 46 بونت، يبقى الاهلي والزمالك هيروحوا بعيد. لكن بيراميدز 34، المصري 33، سموحه 31، سيراميكا 30، الاتحاد 30، غزل المحله 30، كل دول هينافسوا على المركز الثالث. انبي هيجي من بعيد، لكن انبي السنه دي بالتاكيد عنده خروج محمد شريف اثر جدا، الجونه كمان نتائجه بقت مهتزه جدا، وصل المركز ال 12، لكن 26 بونت فارق عن فريق البنك الاهلي اول الهابطين حتى هذه اللحظه، فارق 8 نقاط، وده فرق مش قليل، يعني مش من السهل تعويضه، لكن كره القدم فيها كل شيء. موقف الانتاج الحربي متأزم جدا بهزيمه يعني او بتعادل المباراه السابقه، اصبح 13 بونت. حتى المقاولون العرب موقف متأزم لانه من 21 مباراه عنده 21 بونت، تحتيه اسوان ب 21 بونت، ولكن من 20 مباراه الموقف في المقاولين كان لزاما عليه ان يفوز على الانتاج الحربي عشان يتخطى هذا الموقف الصعب جدا اللي وضع نفسه فيه المقاولين. عنده يا جماعه 10 هزايم وعنده 4 انتصارات فقط لا غير، وعنده 6 تعادلات، وبالتالي المقاولون موقفه صعب جدا. بالتاكيد من يستحق التحيه هذا الاسبوع هو فريق سيراميكا، لانه سيراميكا يعني قدموا عرض اكثر من رائع امام بيراميدز، وبيراميدز عليهم ان يعني يسترجعوا ذاكره الانضباط. انا بقول كلمه وانا اقصدها، ذاكره الانضباط. هناك خلافات بالجملة داخل غرف الملابس، هناك خصم اللاعبين، هناك بعض اللاعبين رافضين هذا الخصم وكان رد فعلهم عنيف جدا. هناك لاعب او اكثر، خلينا نقول لاعب، كل مباراة لما بيجي يتحط في قائمة البدلاء بيدعي المرض وبيرفض ان يكون على دكة البدلاء. هناك أزمة المهدي سليمان ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، هناك عدد كبير جدا من اللاعبين خارج مستواهم، لكن كل ده ما يبخس فريق سيراميكا حقه بصراحة.
رائعين، مغلوبين واحد بتقدموا 4-1، بعدين يدخل فيهم جون تاني 4-2 بيحافظوا على الفوز وبيقدموا عرض طيب وعرض جميل جدا يستحق كل تحية. لكن في النهاية التحية الواجبة هي للجهازين الفنيين للأهلي والزمالك، هي للاعبي الأهلي والزمالك معظمهم مش كلهم يعني، أكيد أنتوا فاهمين قصدي شكله عامل إزاي. وأتمنى أنه التصريحات اللي بتطلع من بعض المدربين أصل الجون أصله في شك أوفسايد أصل كان لنا ضربة جزاء، هذه التصريحات للاستهلاك الإعلامي والجماهيري أرجوكوا الله يخليكوا، بدل ما تقعدوا بقى تروحوا على الجمهور وأصل مش عارف إيه، فكر في فرقتك، فكر في أخطائك، عالج أخطائك هتبقى كويس. لكن طول ما أنت هتاخد سياسة أن أنا ألاغي الجمهور وأضحك على الجمهور، الجمهور ما بيضحكش عليه ساعات كده بمزاجهم، لكن الجمهور من الصعب من المستحيل انك تضحك عليه. فاصل ونرجع تاني. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، نيجي لفقرة الافضل. انا كان نفسي اخد الافضل هذا الاسبوع امين عمر بصراحة يعني، لكنه الافضل دايما ما بين اللعيبة والاجهزة الفنية، فكل التحية من جديد حيته في المقدمة وبحييه تاني امين عمر. لكن تعالوا نروح لافضل هدف او افضل 3 اهداف بالترتيب. طبعا دول الافضل في كل حاجه. تشكيله الاسبوع: محمود حمدي حارس مرمى مصر المقصه، اطهر الطاهر سموحه، لؤي وائل الجونه، محمد هاشم الاسماعيلي، احمد محسن سيراميكا، اليو ديانج الاهلي، فرجاني ساسي الزمالك، صالح جمعه سيراميكا، فخر الدين بن يوسف الاسماعيلي، عمرو جمال طلائع الجيش، واحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا. دي كانت اختيارات هذه الجوله. فاصل ونتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. الاهلي وسان داونز مباراه في غايه الاهميه، منافس من العيار الثقيل بالتاكيد، وحاله من القلق والتوتر شويه لدى عشاق النادي الاهلي، خصوصا من وجهه نظرهم ان المباراه كانت سهله تكسبها مباراه الزمالك
في النصف الأخير من المباراة ولو تم التعامل فنيا وتكتيكيا بشكل أفضل كان هيبقى الأمر أحسن من كده. لكن خليني أفكركم بسان داونز اللي بدأ بالفوز على بطل بتسوانا في دور 32-2-0 و3-1 في المجموعة اللي كان معاه شباب بلوزداد ومازيمبي والهلال السوداني. خلص المجموعة بدري خسر بقى بعد كده ما كانش عنده مشكلة، لكن هتلاقي مثلا كسبان شباب بلوزداد 5-1 مثلا، كسبان الهلال 2-0، متعادل بعد كده مع الهلال، لكنه رجع في ملعبه خسر من شباب بلوزداد 2-0 وكان بيلعب بالصف الثاني، ضمن القصة بالنسبة له ما كانش فيها أدنى مشكلة. متصدر مجموعته 13 نقطة من 6 مباريات، عنده 3 أهداف رصيد الهدافين في البطولة، كيرمت راسموس والناميبي بيتلا شالوليلي، كل واحد عنده 3 أهداف. تاني أقوى هجوم 10، لكن أقوى هجوم هو الأهلي ب 11. عنده ثيمبا زواني، ده من اللعيبة اللي هايلين في البطولة. هو في موقفه في الدوري الجنوب أفريقي موقف جيد، لأنه عنده 57 نقطة بفارق 7 نقاط عمن يليه اللي هو نادي أمازولو، وبعدين كتير بقى عن جولدن أروز صاحب المركز الثالث ب 43 نقطة. وبيتر شالوليلي الناميبي أيضا هو هداف الفريق في الدوري ب 11 هدف، وكسب آخر مباراة جالاكسي بهدف مقابل لا شيء. آخر مباراة أمام شباب بلوزداد أما خسرها، لعب 9 مباريات محلية، 2 في الكاس و7 في الدوري، فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 1، وخرج من الكاس قدام تشاشومة بضربات الترجيح. خلينا نروح لفاصل ونرجع هنكمل برضو مع سان داونز لكن بطريقة أخرى. جماهير النادي الأهلي بقت متشعبطة قوي في البطولة الإفريقية لعدة أسباب، أهمها أنه الأهلي بيدوق وجمهوره بيدوق حلاوة كأس العالم للأندية، بيتنافس مع بايرن ميونخ، مع الأندية البرازيلية زي بالميراس، لما فاز على بالميراس عمل حدث كبير، عمل حاجة جميلة جدا في يعني العالم أجمع، وجوده في وسط الجماهير، كانت فيه جماهير مصرية موجودة في الدوحة، وبالتالي بقت البطولة بالنسبة لهم في غاية الأهمية. لكن على المقابل المنافس أيضا بيطمع في هذه البطولة. تعالوا نشوف صديقنا وصديق المصريين خالد علي المنسق العام لفريق سان داونز بيقول إيه، ونروح لفاصل ونرجع تاني. نادي الزمالك برضو كان ند للنادي الأهلي، خروج شيكابالا أثر على المباراة، فطبعا بيشتكي من ضغط المباريات وإنه الفرقة ما عندهاش وقت للراحة، فبرضو نقول له ان احنا كمان احنا لعبنا امبارح يعني، فبس نتكلم في حاجات تانية بره الكوره يعني. عايز اعرف طبعا رايه في المباراه، واكيد طبعا يعني هي اسرار لكن دون بعض الاشياء الخاصه، شايف ازاي مواجهه الاهلي وسان داونز دائما فريقين كبار في افريقيا؟ How did you see the next game between Mamelodi Sundowns and Al Ahly? Did you write any note today? It will be a tough game. Al Ahly have a lot of quality. And they're the current holders of the Champions League, so it's not going to be an easy game. It's a lot of things for us to do, to work on, and to see what happens on Saturday. طبعا المباراة هتكون صعبة، الأهلي عنده لعيبة خبرة، هو wait and see، استنى واتفرج على المباراة يوم السبت، أكيد مش عايز أقول. أكيد في غيابات مهمة لفريق النادي الأهلي، لكن الموجودين بالتأكيد زي ما هو شايف النهاردة في حالة جيدة، شايف إزاي طبعا حالة اللاعبين، وشايف كمان الموجودين عاملين إزاي؟ About the player missing from Al Ahly, injury or something, and the players already in the squad. Did you see any different from the current team? Yes. I think Ali Malul is an important player for them not to be playing. Ajay, when he plays against Sundowns in previous games, has always given us problems. So whether they back or not, I'm not sure. But I think the players coming back from injury, Mohamed Hani, Badr Banoon, they looked like they played pretty well today. Look like they're up to what? Close to full fitness or full fitness, so I'm sure they'll be fine to play against us. هو التأثير طبعا علي معلول وأجاي، بدر بدون رجع، ومحمد هاني طبعا كانوا كويسين النهاردة، وأعتقد على المباراة الجاية هيكونوا جاهزين تماما يعني. أخيرا كان سلاح مهم جدا لسان داونز اختيار توقيت العصر الساعة 3 عشان يلعبوا مباراتهم قدام الأهلي، النهاردة الكوتش بقى اللي كان بيختار التوقيت ده موجود في الأهلي، فالأمور طبعا يعني أنا بس عايز أصحح لك معلومة،
مش احنا اللي بنختار توقيت المباراة. انتوا عندكوا هنا، انا مع احترامي لكل الاعلاميين، لا 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 لا، احنا ما بنختارش المباراة، المباراة محددة من الكاف. انتوا دايما مش انتوا او مش انت كشخص، الاعلام في مصر بينقل المباراة من تخصص الاتحاد الافريقي، المباراة توقيت المباراة علشان البث التلفزيوني، علشان الاجندة عندهم. المباراة من اختصاص الاتحاد الافريقي، وبالذات السنة دي لان كان القرعة يوم 30 والمباراة كانت يوم 15 ومباراتنا يوم 22. فالاتحاد الافريقي هو اللي حدد المواعيد مش احنا، الاتحاد الافريقي هو اللي حدد المواعيد مش احنا. دي نوت لازم كلكم تبقى عارفينها، ما تجيش تقولوا مامينودي سلاح مهم اللي صن داونز بيلعب، مش سلاح مهم ولا حاجة. انت الاهلي صعد على صن داونز وكانت المباراة الساعة 3، انت جاي انت تعادلت مع صن داونز السنة اللي فاتت 1-1 وكانت المباراة الساعة 3. الجو دلوقتي الجو برد، انت بتلعب في درجه حراره 16 او 15، فمش عايزين انتوا بتحطوا اعذار للاعيبتكم من قبل المباراه. بنتمنى تكون بتسلب عليكم، انتوا اللي بتدوهم الادفانتج دوت، او انتوا اللي بتديهم دوت تقولوا ان المباراه الساعه 3. يا رب اللعيبه تاخدها في الحسبان، وانتوا اللي هتلموا نفسكم في الاخر. مش اهلا بحضراتكم من جديد. الكل بيقول طيب الدوري العام شكله عامل ازاي في عوده الدوري العام، والزمالك اقول لك يعني مبارياتنا شكلها عامل ازاي. هقول لك ترتيب مباريات الزمالك بدءا من 14 مايو عنده انبي، 20 مايو عنده طلائع الجيش، 24 مايو عنده المصري، ثم في مباراه في كاس مصر، ثم 18 يونيو عنده الجونه في الجونه، ثم 23 يونيو عنده اسوان في القاهره، ثم 3 يوليو عنده المقصه، ثم 10 اغسطس عنده غزل المحله، ثم 18 اغسطس انا بقول لك طبقا للجدول القديم كل ده هيتعدل، يعني في تعديلات كتيره جدا. ثم خلاص مش هقول بالتواريخ بقى، عنده الاتحاد السكندري في اسكندريه، عنده الاسماعيلي في الاسماعيليه، عنده وادي دجله، عنده سيراميكا، عنده الانتاج الحربي، عنده البنك الاهلي. مباريات كلها صعبة، مفيش مباراة سهلة. هل ممكن الزمالك يكسبها كلها؟ جدا. هل ممكن الزمالك يخسر نقاط؟ جدا. هل ممكن يتعادل ويخسر مباريات؟ كل شيء وارد في عالم كرة القدم. لكن ده جدول مباريات نادي الزمالك. مجنون اللي يقولك قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مباراة انه الدوري انتهى. الدوري لا انتهى ولا الدوري اتحسم على الاطلاق لسه. تعالى دور، الاهلي خسر مباراتين في اسبوع، واحد من سموحه ومن غزل المحله وتعادل مع الجونه، ادي 8 بونت لو خدهم كانت تقريبا البطوله شبه انتهت، زي ما كان الاهلي بينهي مبكرا قبل كل شيء. عشان كده جماهير الاهلي غاضبه وحزينه بالتعادل بتاع امبارح، كانت متخيله انها هتكسب وتخلص بقى الليله ويبقى الدنيا المشاكل اتصدرت الناحيه الثانيه، لكنه الدوري لسه في الملعب ولسه طويل جدا جدا جدا. فاصل ونرجع تاني. كل 100 سنه والترسانه بخير، الحقيقه شيء جميل جدا، وانا شرفني ان انا قدمت احتفال مئويه النادي الترسانه. ده هيبقى مسك الختام مئويه الترسانه. كل سنه وهم طيبين، وكل سنه وحضراتكم طيبين. مع تقرير مئويه الترسانه يبقى خلص الكلام ومسك الختام. سلام. ان شاء الله تكون مئويه محترمه. نقول فيها للناس ان الرياضه دلوقتي حاجه جميله وحاجه ساميه. حتى كان من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها ان احنا عايزين نعمل فريق للترسانه ببعض النجوم من الزمالك والاهلي، عشان نفس التعصب بالذات بين الزمالك والاهلي الفتره الحاليه دي فتره صعبه قوي، مع بعض الفرق الموجوده العربيه زي هنعملها زي دوري كده صغير في خلال اسبوع. في النهايه عايزين نقول للناس ان مصر قويه بأولادها بأنديتها بشبابها برجالتها بكل ما فيها من وجود. مبروك وزمان محسن، أتمنى قبل ما يبقى حاجة أشوفك في زمن فاز إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة طيب. هو إحساس بسعادة عشان المئوية جت وإحنا متواجدين والنجوم موجودين، لكن في شيء من المرارة بما في وصل إلى نادي الترسانة، لكن في شعاع ضوء ظهر الحمد لله السنة دي في الدعم الكامل من خلال مجلس الإدارة وتعاون اللعيبة القدامى عشان الترسانة إن شاء الله
تصعد، مش هنقول تستعيد، لان عشان تستعيد مجد لازم تاخد بطولات وتاخد بطولات وتطلع لعيبه دوليه ويبقى المنتخب. وامتى يمكن ما تفتكرش ايام كنا 9 في المنتخب بيلعب 7 في الملعب. كل دي تراكمات من مجالس اداره قبل كده، لكن الحمد لله السنه دي في شيء من الاهتمام وفي شيء من التوفيق بتعاون المجلس مع اللعيبه القدامى الفنيين. يوم يعتبر تاريخي بيضاف الى تاريخ نادي الترسانه، وتوقيع بروتوكول بين نادي الترسانه واخبار اليوم لعمل احتفال المئويه بمناسبه مرور 100 سنه على انشاء نادي الترسانه. فطبعا يعني دوت من دواعي سروري ومن دواعي الفخر بانك انت بتنتمي لنادي عريق كان طول عمره هو الضلع الثالث في الكره المصريه. في صحوه جديده، ترسانه في خدمه انشاءات كويسه، ترسانه في هرموني كويس بين اعضاء مجلس الاداره كلهم، عندنا انسجام تامل. بالنسبه للبروتوكول طبعا بيمر 100 سنه على نادي ترسانه على انشائه، فكان لازم ان احنا نعمل حاجه مع جهه اعلاميه، جهه صحفيه كبيره تبقى راعيه، واحنا ناخد حقنا وهم ياخدوا حقهم. فاعتقد اخبار اليوم صرح جامد جدا، وهيبقى البروتوكول اللي بيننا وبينهم ان هتتعمل دوره، وان شاء الله هنحط الشعار الاساسي نبذه عن المشكله اللي بين الجماهير، جماهير الاهلي والزمالك، المشاحنات. احنا عايزين مش عايزين تعصب في الرياضه. تقول بيننا وبين جريده الاخبار عشان خاطر المئويه، تعرف طبعا نادي الترسانه من الانديه الكبيره، والنهارده طبعا شرفونا اساطير كره القدم كلها والانديه كلها ورؤساء الاتحاد والساده النواب، وكان احتفاليه بصراحه جميله جدا. ان ده طبعا يخلينا نعيد ان شاء الله نادي الترسانه تاني ان شاء الله في مكانه ان شاء الله اللي هو الممتاز قريب جدا، وان شاء الله باذن الله نكون معاكم قريب في المئويه ان شاء الله على شهر 8 كده باذن الله.